هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء مع برنامجكم رمضان كريم. نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول بالله التوفيق، لا بد أن نعود إلى الجود وإلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، ورأينا أن الجود لا يمكن حصره في التصدق، هو نوع من الجود، ولكن الجود من نعم الله سبحانه وتعالى. أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بكثير من النعم، نعمه علينا سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم جليلة ظاهرة وباطنة، لا بد أن نشكر هذه النعم بالجود منها، بالإنفاق منها. جاء في بعض الحكم: من كثرت نعمة الله عليه كثرت حاجة الناس إليه، فليؤدي هذا حق ربه عليه. سبحان الله، نعم الله سبحانه وتعالى أيها المشاهدون الكرام ليست محصورة في نعمة المال، حتى أن في الإسلام كلمة الرزق التي حصرناها نحن في المال والأكل والشرب هي في الإسلام تشمل كل أمر تنعم به الله سبحانه وتعالى على عبده. فالصحة رزق، و راحة البال رزق، الزوجة الصالحة رزق، الزوج الصالح رزق، الأولاد الصالحون رزق، الجار الصالح رزق، كل هذه الجاه رزق، العلم رزق، كل هذه الأشياء يجب عليك أن تجود منها على غيرك. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد آتاك الله العلم فجد به، لا تبخل به. ألم نسمع قوله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة؟ لأن العلم رزق ونعمة يجب أن تجود بها. القوة البدنية رزق ونعمة لا بد أن تجود بها، وذلك بأن تخدم إخوانك، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى من أعان شيخا ليركب على دبته
أو يحمل معه ثقلا فذلك جود وإحسان وصدقة. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاك جاها، يعني عندك وجاهة في المجتمع تستطيع أن تقضي حوائج الناس، فجد من هذا الجاه، جد من هذه النعمة حتى تكون شاكرا لتلك النعمة، حتى تكون مقتديا برسولك صلى الله عليه وسلم. واسمعوا بارك الله فيكم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه 8 دراهم يريد أن يشتري قميصين من السوق، فعندما خرج وجد فتاة صغيرة تبكي أمام بيته، فسألها ما يبكيك هذه؟ فقالت يا رسول الله لقد أضعت الدراهم التي بعثني بها أسيادي لأقتني أغراضا من السوق. فأعطاها قم، فسألها كم أضعت يا ابنتي؟ فقالت أضعت 4 دراهم. فأعطاها إياها، أعطاها 4 دراهم. ثم ذهب إلى السوق واشترى قميصا بال4 الباقية. فعندما عاد وجد في طريقه مسكينا يرتعد بردا، فكساه ذلك القميص صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل إلى بيته وجد تلك الفتاة ما زالت تبكي، فسألها ما يبكيك؟ ألم أعطيك الدراهم 4؟ فقالت يا رسول الله لقد تأخرت عن أسيادي وسوف يعاقبونني. ماذا تريدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله؟ قالت أريد أن تشفع لي يا سيدي، ادخل لي اشفع لي مع سيادي باش ما يضربونيش. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بيدها، فذهب معها حتى إذا أتى منزل أسيادها سلم السلام عليكم فلم يرد أحد، السلام عليكم فرد فلم يرد أحد، السلام عليكم فرد النسوة. فقال ما منعكن من الرد من أول مرة؟ فقلنا أردنا أن يتبرك بيتنا بسلامك أكثر يا رسول الله، وحاجتك مقضية قبل أن تقولها يا رسول الله. قال جئت شفيعا، يعني استعمل جاهه صلى الله عليه وسلم، جئت شفيعا لهذه الفتاة، لقد تأخرت عنكن فلا تضربنها. فقلنا قبلنا شفاعتك يا رسول الله وهي حرة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما أشد بركة هذه الدراهم 8، أعتق الله بها جارية وكسى بها مسكينا، ورجع هو بلا شيء صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. نعود بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. جد من جاهك، جد من جاهك، ولكن لا تستعمله في أخذ حقوق الناس، استعمله في إعانتهم في قضاء حوائجهم، نعم، أما أن تستعمل جاهك لتقدم من لا يستحق هذا التقديم فلا، لا يجوز.
أما أن تستخدمه في قضاء حوائجهم في ترتيبها فهذا من قبيل الجود بنعمة الله سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبوه العباس رضي الله عنه من جوده بالكلمة الطيبة سئل رضي الله عنه: أيهما أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني وأنا أسن منه. ابنه عبد الله رضي الله عنهما بينما كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والمعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لقضاء الحاجة، جاءه رجل وطلب منه أن يقضي له حاجة، يعني أن يستعمل جاهه في قضاء هذه الحاجة. فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن يلبس نعله ويخرج مع الرجل، فما كان من الرجل إلا أن قال: يا ابن عم رسول الله، نسيت أنك معتكف لا يجوز لك أن تخرج من المسجد. فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يخرج أحدكم في قضاء حاجة أخيه أحب إلي من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. صلى الله عليك وسلم يا سيدي رسول الله، لا تقضي حاجة خوك خير ما تعتكف في مسجد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة. احنا بتفكيرنا القاصر يقول لك تهجد خير، مش معناها تقصي على التهجد تمش تقضي له حاجته. ينعم علاش؟ لأن فائدة التهجد تقتصر عليك أنت أيها المتهجد، أما خروجك لقضاء حاجة أخيك فقد تعديت بجاهك إلى نفع الآخرين، تعدت عبادتك، لأن قضاء حوائج الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في قضاء حاجة أخيه رفعت له بكل خطوة يخطوها درجة، وحطت عنه بكل خطوة يخطوها سيئة، قضى الحاجة أم لم يقضها؟ فانظر إلى عظمة هذا الإسلام وعظمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنستعمل كل ما أنعم الله به علينا في نفع الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، والنفع لا يعم أو لا يشمل النفع المادي، بل يشمل كل أنواع النفع بإذنه سبحانه وتعالى. علم الناس، ثقفهم، افتح عن بصائرهم، هذا كله جود مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى المال واستخدمت من العمال من يخدمك، فعليك أن تجود عليهم بحقهم، أعطيهم حقهم، وما تتمزش عليهم بعد ما تخولهم حقهم بشيء من الزكاة أو بشيء من الصدقة. لا، عليك أن تعطيه حقه، ثم بعد ذلك بارك الله فيك إن جدت عليه بشيء من الصدقة أو بشيء من الزكاة. أما أن تأخذ عرقه وتأخذ جهده، فاسمع إلى ذلك الحديث الذي قلناه سابقا، أن من الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. هذا كله تنبيه من الإسلام حتى لا نأكل حقوق الناس، وحتى نكون متشبهين مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم
في تعامله مع الناس وفي جوده معهم عليه الصلاة والسلام، وقد غرس ذلك في صحابته رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بينما كان يسير في الصحراء مع صاحب له، مروا بخيمة لأعرابية في الصحراء، هي لا تعرفهم ولكنهم ضيوف، فماذا فعلت؟ لها شاة ذبحتها وطبخت منها ما أكل منه ضيوفها، فأكرمها ابن عباس بأن أعطاها قيمة كبيرة من المال. فقال له صاحبه: يا سيدي، هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل. هل تعرفون ماذا كان جواب ابن عباس؟ كان جوابه رضي الله عنه: يا هذا، لقد جادت علينا بكل ما تملك، يعني ذبحت شاتها اللي عندها وحيدة، وجدنا عليها ببعض ما نملك. فقال له صاحبه: هي لا تعرفك؟ قال: أنا أعرف نفسي، أنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود الكرماء وأكرم الكرماء صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فعلينا أن نفهم هذا، وأن نجود بما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا من نعم لا تحصى ولا تعد، وبذلك نكون قد شكرنا الله سبحانه وتعالى على نعمه، وبذلك نكون قد اقتدينا برسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا نريد أن يكون المسلم، ما يصيرش منه يا مسلم أنك تعطي حاجة لشخص محتاج هو بجنبك وتذلوا بهك الحاجة هكية. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تمن، لا تؤذي، تفقد إخوانك، تفقد جيرانك، تفقد أبناء وطنك حتى تجود عليهم وتحسن إليهم. تفقدوا دار الأيتام، تفقدوا دور العجز، تفقدوا الجيران. فاسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي، 3 مرات، ما آمن بي، ما آمن بي، ما آمن بي. قالوا: من هذا؟ خسر والله يا رسول الله. قال: من بات شبعانا وجاره جائع بجانبه وهو يعلم به. أبعد هذا التكافل تكافل؟ أبعد هذا الجود جود؟ لا والله. فصلى الله عليك وسلم يا معلمنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.